هروح لفكره مجنونه جدا لديفيد بيكهام نجم انجلترا طبعا السابق ومانشستر يونايتد واللي بيدرب حاليا في الولايات المتحده الامريكيه. كان بيتكلم على فريق انتر ميامي الامريكي وانه عنده امل كبير جدا انه يتعاقد مع النجمين الكبار الارجنتيني لاينيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو. ولما اتسال عن اهتمامه بضم الاثنين بعد ما الاثنين لمحوا كده الامكانيه ان هم يلعبوا في الدوري الامريكي للمحترفين في مرحله يعني لاحقه من مسيرتهم، باكام قال انه بدون اي شك انه الاثنين دول او نوعيه اللاعبين دول هو اللي احنا بنطمح في جلبهم للنادي. فكره ممكن تكون مجنونه واعتقد انها تساهم يا ساره بشكل كبير جدا في مش بس نجاح انتر ميامي الامريكي لكن كمان اعتقد تنقل الكوره في امريكا نقله تانية خالص. ما شفناش قبل كده رونالدو وميسي اعتقد ولا حتى في مباراه وديه يتشاركوا يعني فريق واحد او غرفه تغيير واحده يعني زي ما بيقولوا في كره القدم، عمرنا ما شفناهم مع بعض بيلعبوا مع بعض، ويمكن بعد السنين دي كلها واحنا بنتكلم على افضل اثنين بيلعبوا كره قدم في العالم في الفتره اللي فاتت دي كلها وحاليا كمان ما شفناش ابدا ان هم بيلعبوا مع بعض. ومن ساعه ما طلع الخبر ده او التصريح ده بتاع بيكهام وتقريبا كل عشاق كرة القدم وميسي ورونالدو عاملين زي صورة ليهم مع بعض وهم لابسين نفس التيشيرت بتاع انتر ميامي وان هم بيلعبوا مع بعض زي ما تقول حلم الجماهير كرة القدم نشوف يعني كل واحد فيهم في فريق شايل فريقه ازاي وعامل يعني معجزات ازاي مع فريقه، ما بالك لو الاثنين دول افضل اثنين في العالم بيلعبوا مع بعض في نفس الفريق. اكيد انا شخصيا اتمنى اشوف ميسي ورونالدو بيلعبوا مع بعض كله. وخصوصا انه خلاص هيبقى مثلا في نهاية المسيرة بتاعتهم وطبيعي ان هم عادي ينتقلوا يعني للدوري الامريكي زي ما كتير من اللعيبه بتعمل في نهايه مسيرتهم، والناس كلها تبقى حابه تتفرج على نوع الكوره اللي ممكن يقدمها طبعا. ميسي بالاشتراك مع رونالدو ده حقيقي.